أو بونسوار، تبارك الله عليكم، معكم مضحكة جريدة أصوات. تبارك الله عليكم، أشكركم بزاف. مضحكة خالد ناصر، مضحكة معروف ديجيتال، كنخدم فيها بزاف لأنه مازال إحنا كنتسناو هاد الناس ندخلوا معاهم تلفزيون. إحنا في السينما شحال هادي ولا في التلفزيون باقين. كاينين بزاف اللي ما كيعرفوش مضحكة شكون هو. مضحكة بدا السينما من سنة 1999، يعني من فيلم ديال علي زاوى. ظروف ما عاونتنيش باش نكمل الفن لأنه كان ظروف مجتمع ديال الشارع. الآن دابا الحمد لله خدمنا أعمال سينمائية ومازال غادي نخدموا واحد ثلاثة أفلام إن شاء الله. وهذا الشيء اش غادي نقول لكم، تحية الناس كلهم اللي كيوقفوا معنا وكيساعدوا معنا. دش هذا المهرجان اش غادي نقول لك، الناس غلطوا بزاف، فيهم ممثلين وفيهم مونين الصفحات غلطوا بزاف. ما بغيش نبدا ندوي على مهدي بن كيران، لبنى ابيدار، يونس بن زاكور، هادو كلهم اتهموني وما شافوش الحقيقه ديال الفيديو. فالممثل الامريكي هارفي كيتر كان كياخذ واحد التصريحه من ليسر وانا كنت كناخذ تصريح من ليمن، وحنا بجوج كنا كناخذوا تصريح مع جوج قنوات، هو قناه فرنسيه وانا جريده الكترونيه تحيه ليها. من بعد من سالا هو مشى، يعني من دار هو مشى بغى يدخل القاعه، خداو ثانيه من داك الفيديو، صوره من ثاني داك الفيديو بينو بحال انا كيتسنى فيا، كيتسنى فيا زعما، وتهموا الصحافه بانه ما عرفوش. هو بالعكس خدام مع قنوات عالميه عاد باش دخل في حالته. دونك كيقولوا له الميساج اللي كيقولوا، نقولوا حنا ندوي على الصوره مفبركه، علاش داروا مع مضحكه وما داروش مع هذاك؟ الميراجان تيبقى ديال الجميع. انا ممثل، يعني بديت من سنه 1999 عندي فيلم ديال علي زاوى، الظروف اللي معاوناتنيش. من بعد تلاقيت مع واحد الناس اللي هو محمد قيسي اللي مع فاندام، لعبت معاه واحد الفيلم ديال البارا. كذلك الاخ هو معايا، تفضل السي محمد الهضوطي من وجده، هذا من اصدقاء المقربين محمد قيسي. حنا كنا شاركنا في واحد الفيلم ومازال الفيلم غادي نصوروه ان شاء الله في وجده قريب، غادي نتسناو فينا ان شاء الله. تقدم لكم استاذ كاسكادور بروفيسيونير، كوليغراف ديال الكومبا ديال الفيلم، لانه قيسي قلال الناس اللي هما كيشاهدوا في هذا الشيء. حنا حتى كيدير برنامج قيسي مثلا مع شي قناه ولا شي حاجه، هذا باش كنشوفوا لي كومبا. بالعكس هذا السيد السي محمد قيسي، وكاين واحد السيد قادربان، حنا غادي نوريو الموهبه ديال الكاراتي بطريقه افلام امريكيه، غادي تكون هنا ان شاء الله في البلاد، وغادي نجي لكم ان شاء الله مازال جديد. ما تبقاوش تكذبوا، ها الممثلين، ها السي يونس بن زاكور، ها لبنى ابيدار، ها مهدي بن كيران. حنا مهدي بن كيران ما عرفناكش انت شنو كدير. الله يهديك انت حطيتي تصويره في انستغرام وبلوكيتيني، سير الحقيقة. انت دابا غير سمعتيهم كذبوا كذبتي حتى انت. الله يعاونك، بسلامة. الى عجبك الفيديو خلينا اعجاب وتعليق، دير ابوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا، وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.